مرحبا فيكم، معك فهد الشيحة، أنا الحين موجود في لندن جربكم لعبة فار كراي 5. راح أوريكم الأشياء الرهيبة اللي فيها، ما بيطول عليكم، خلونا نبدأ. هني يقول لي اختار رجال ولا بنت، خذت الرجال. أوكي لا مدام أحب أختار المرات، أنا أختار أسوي لي مزة، نشوف كيف. أوكي ذي اللعبة زي ما تشوفون، طبعا مش خلت أتكلم عن إيش قاعد ألعب عليه، قاعد ألعب على جهاز بلايستيشن 4 برو. في 4K طبعا بسكيل، بس طبعا قاعد العب لكم 1080 عشان يكون اسهل بالتصوير واسهل بالتسجيل ويكون اريح لكم انتم تشوفونه. اللعبه زي العاب فار كراي القديمه، عالم مفتوح، بس الميزه هنا ان القصه ان انت محبوس في مدينه في امريكا. طيب اعطانا ميشن، علق على التراك. اوكي اعطاني ريبيوتيشن، شكل الفكره فيها ريبيوتيشن معناتها او ريبيوتيشن زي المشنز زي الاكس بي يمكن. اوكي اول شيء لاحظ انا قاعد اشوف انه في حياه فعلا قاعد تصير، يعني هنا هذا مع هذا مو حي، هذا واقف ما ادري ليش. مثلا الميكانيكي، في احد يشتغل؟ في بياع؟ افا ما في احد، ما البياعين وش؟ انا اول كاشير يعني والله يمديني اسرقه. اوف والله سرقت، ما ياثر؟ ما ياثر، فله فلا فلا. عندكم هنا هذا الحانة، اوكي كاركتر جديد ماري. اوكي هذه ضرب عطيه مش ناس نكلمها. هلا والله، وش في ذا؟ في هاي الضه لحظه وش سافته ذا؟ هلا بحبيب، في شيء؟ قلت تعال المطبخ. وش في القيال القلاة طارت من نفسها. اوكي لا 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 ما يهم لور بعدين. طيب جيتك بعدين ايش تبي؟ اوكي the testy festy is one of the few times the community comes together for what makes them happiest. حلو scarfing down cowboy caviar. This town needs a morale boost and if stuffing rocky mountain oysters down your gullet don't put a smile on your face but I don't know what could. Problem is the festival's been postponed because of the goddamn. يا الحبيب البصل ما قاعد يقطع، مو قاعد يقطع البصل، تك علينا انت. باسك بصل، عندك جزر. خلاص اسكت، كلام كثير يعطيني مهمة. تستي فستي اوكي هذا شيء ممتاز. النجمة الزرقاء هذه معناتها لعبة سايد ميشن، وهذا اللي واحد مسوي كذا هذه ميشن اساسي، يعني اللعبة فيها سايد ميشنز وميشنات اساسية. طيب خلنا سايد ميشن، خلنا ناخذ ميشن اساسي نشوفه. You're setting quite the example. Don't think we could have taken back Falls End without everything you've been doing. وش شبسات هناك؟ في واحد بجبن. لحظة شوف شبسات. وش طعمه شو؟ هذا جبن شكله. والله تشيز تشيز. أعطيني شبس. أعطيني شبس. أعطيني شبس. أعطيني شبس. ما تبي. بابا تسبيني يا ماما، عيب. You really want to piss off the cult? Get the Widowmaker back. طيب اوكي. Show the cult. Well, you're in a sweet rush. اخلص علينا. Head to the green elevator east of here and bring back the Widowmaker. لحظة ما بوريكم القصة عشان ما احرق عليكم اول شيء. ثاني شيء انه اوه لحظة ايش هذا؟ اركيد؟ ها بس كذا؟ اوه ها حلو. طيب ما بيركز على القصة كثير لان تلعبون انتم بعدين تشوفون القصة زي كذا. انتم اول شيء تبون تشوفون الجيم بلاي صح؟ مثلا الدباب ذا اقدر اخذه؟ اقدر اخذه. ولد واخر يا كلب واخر بس ناقص كسرات وتكمل. اوي خشمه نقدر نروح. وش يس هذه؟ وات لحظه هذه كانت الود صح؟ تخيل صارت يس. اوكي قمت خاف خلاص ارجع. وش يس هذه؟ اوكي انا فهمت انه هنا قاعد يعني الشرير الموجود هنا قاعد يتحكم فيهم عن طريق الترهيب او يمكن سبليمينال مسجز اللي هي المسجات الخفيه، لان هذا يس متاكد كانت غير كانك متخيل، هي نفس حقت هالوود. والله الدباب رهيب سواقته يقدر بحط ها البريك. اي خلاص انا اسف ابو
انا اصلا غلط اني اسوق دباب انا. طيب خلينا نشوف المهمه هذه وين الحين حقتها. الخريطه فوق. اوكي هذا الدباب اللي صدمت فيه، شكرا يعني علمني ترك صدمت في الدباب. ها اوكي ما اقدر اريكم منيو للاسف، لكن اللي صار عادي يعني منيو عادي يعني. اخترت المشن اللي هو صيد اللي حق الطباخ ذا حق ابو البصل. فا اوه يبغى له دعس ذا اخ سيارة ذا. وش في ذا وش في؟ هاير اقدر اخلي معي. وش عنده؟ اخ سرقت لانشر امش معي هاير ونص. يلا تعال صار معي مع ترك معي امزح ذا ركت لانشر. يلا اركب معي تفضل حياك. يلا يلا مشينا مشينا نروح اول سايد مشن مره سواق كذا. اوكي اوكي السواقه مو لنا شيء يعني واو، بس انها زينه توديك من نقطه الف لنقطه باء، مو لنا شيء ثوري. اقدر اتفرج وانا اسوق وانا بطيء السياره كم مشان قاعده 20 مايل وش ذا؟ طالع كم؟ ولو لو وش السالفة؟ لا جلد طولي بيلو انا بطلع بجلد انا ما في مش شوكر حقي لا شوي شو مك ها؟ ايوه يا ولد تو بدي بدي وينه؟ اسكع اسكع روك تلانشر شيله انا ربيك الكلب وينه؟ كلب ذا خوي روك تلانشر هذا ها ها ايوه في بعد؟ لا طبعا جاي اوه صح 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 في قنبله شيء في قنبله والله فقعته اوي 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 وشو مين؟ يا الخبي يا ركت لانشر صقعني اوه هذا شت شت اوكي نتفت نتف وش تبي انت كابتن يا عيشك؟ انا ليه جبته ذا؟ قم 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 قنبله بشكلك الحاش الحاش افقع شوف يا تعطي روكت لانشر اقلب وجهك يا ساتر كيف هي صح؟ عندي روكت لانشر عندي لا وش ذا؟ وش ذا؟ لا سكينه ذا عندي روكت لانشر يلا افقع افقع طيب لا بتزبط معنا. اوكي في حاجه بقول لكم عنها اللودينج طول اللودينج طول طول يعني صراحة يمكن بالنسخة النهائية يتضبطونه يمكن ينزل باتش يعدله ما أعرف بس صراحة طول يعني أقول لكم إن اللودينج طويل. أنا نسخة البلاي ستيشن 4 برو ما أدري على الباقي صراحة إكس بوكس 1 إكس والبي سي ما أدري بس هذا طول ذا ما له فايدة ذا نكبنا عطنا روك لانشر حقك هاته شو ناخذك ما أقدر لا نكبة نكبت عايط. طيب أبغى سيارة الحين ابي سيارة عشان اقدر اروح بس في اقدر اشتري اسلحة صح؟ اوه امبر اشتري اسلحة بقالة خلنا نشوف افتح اوكي وات وات وش صار شريتها الحين؟ الحين زي ما شفتوا معي الشوت كان هذا الجديد والله رهيب. ايش الخواص الثلاثة هذه؟ جيف اوردر اوه هذا يعطي خواص اقل لا هذا انا قاعد اسوي شلون جيف اوردر؟ تاب هولد عشان خلده يلحقني لا يمشي ما مشكلة. هنا اطلب سيارة هنا اطلب سيارة اشتري سيارة جراج جراج اما لا 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 طيب هاي السيارة ناخذ الحين اركب 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 يا اخوي بسم الله الرحمن الرحيم هاي انت مو اوبر عندك انا انزل كلب انزل انزل اركب ورا يا حيوان تعال هنا تعال هنا خلاص نسوق يلا يا اوبر سوق روح بدل 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 ابو اللي قد معاك متوخر يلا يا اخوي امشي انا ما امشي ذا غبي يا ساتر يا هذا ما ينفع لك شوف 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 انا انت ما يبي لك غير واحد يدمك كلا
طباشك. ما اعرفك انا. وركبت ورا. اوكي خلنا ذا. انا اساس من جد اريد انتقام. نرفزني ما له فايده ذا حق اوبر. يس مات. اقدر سلاحه؟ والله بلاش انه ما له فايده. اقدر؟ تستهبل. لا تستهبل. اخذته؟ اخذته؟ اخذت تركت رانجر؟ لا ما اخذته. ايش فايده؟ اخذ رصاص. طب طكينا من العله ذا ما له فايده. والله ما اجر كلبه برك. يلا نرجع. هذا جو سحب عليهم شغل درايفر الحين نقوم. ايوه ادينا منهم. يلا الحقوني. سيارتي صدرك ما ادري كان مره ما عندي سالفه بانواع السيارات. قربنا من المشهد. اطلع غطس. ما في غير غطس من هنا. مشاني هناك اصلا. شوف كيف يسبح. ما جابت سباحه. والله كويس. كويس. وش هذاك؟ ظهر مشن. بس خلنا نركز مشن حقنا. طبعا هو بالطبيعه انت تروح تسوق عادي. انا على البحر امشي ما نوقف احنا. هذا مشن قربنا له. ايوه هذا كلمه خوي ذا. توب توك. مين تطلق على مين خوي؟ افزع لك؟ ايش قاعد تسوي؟ شكله درج ذا الله يعين. One of these damn vultures gobbled up the key to my barn. Look, it's a long story. Let's just say I was. قاعد يقول واحد من الصقور ذولي مدري ايش. نسور صقور. اخذوا مفتاحه فحين لازم اشوتهم واللي بالحظ عرفت؟ فنشوف. انا معي شوت جن. لا ما ينفع. روبن هود يمسي سعيدا في الميدان. روبن هود حول. والله صعب التحكم في هذه. لا لحظة لازم اجيبها. تخيل شو؟ علقتها. ما تعلقت فيه. ابوكم. عرفت كيف الترجكتري من فوق لازم. ضايقة. لا اسوي شيء. قيد سلاح مرة صعب ذا. لا انتم القنبلة ذي شوي قنابل انا. عندي غزة. ايوه ضرب واحدة. هلا انت عندك مفتاح؟ اما يكون هو من اول مرة. اي والله هو. والله صح علي. من اول مرة. اوكي راح افتح هذا. هذا جزء من المهمة مش المهمة كلها. لازم اخذ هذه واسوقها صح؟ الدستروي. شو رزنت ايفل ذا؟ يلا مشينا. تيستي فيستي هذه اللي معاي. طب من تيستي من فيستي؟ ما عليكم شغل في نحشة؟ اعتمدوا عليه. ما نروح اهم شيء. وش في قبلة هنا؟ وش السالفة؟ وش السالفة؟ طريق ورا؟ يطلع من هنا صح؟ 100؟ شو السالفة؟ اطلع من هنا كذا ديفر. اوكي. لا وش هذه على المفجرات؟ ساتر بعد عن هذه ولا ايش؟ ايش؟ دستروي هذا تكسرها بعدين يعطونك ريزيست بوينت نقاط مقاومه بس مو وقته خلاص مش هذا. انا اوقفك اياها هنا. يلا خلص المشهد؟ خلص المشهد يس مقاومه جانا تستي فستي. اوكي خلصنا المهمة فرعية، خلينا الحين نسوي مهمة أساسية. لحظة هذه مهمة أساسية صح؟ ويت. اوكي اللي سويناها مهمة أساسية ولا مهمة فرعية؟
لا لا هم سيء، هم فرعية فرعية، هذه حقت أبو بصل جبنا له مطبخ حق الظاهر. طيب أوكي الحين خلص مهمة أساسية. أوكي هذا مهمة أساسية اخترتها أنا كالعادة، زي ما تقول ما أقدر أوريكم الخريطة بس زي خريطة ثانية يعني، تدخلون تختارون المهمة. ما في بكير أنا أخش بالسيارة كلها. اوكي لازم نروح وشو اوكي راح الخيمة دور مفتاح في الخيمة دور الخيمة في خيمة ان شاء الله لكن 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 الموس ليه ذبع اوس قاعدة ان شاء الله لوت if you're reading this you are a piggy get to my sights get to my sights ما اعرف شو هذه حاليا المهمة جتني مهمة فلوس دي مثل ما راح اقدر اوريكم هاي 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 مات احسن ما اقدر اوريكم كل شيء الخيمة حقتنا وينها خيمة 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 ايش هذا؟ سايد هذيك الخيمة شكلها طيب وش كاتبين؟ والله ما تجرمين ذول هذا خيمة غريبة ما شاعت افتاح خيمة تفتح ايه دوا دوا مفتاح هذا مفتاح اخذناه اوكي يعني نحاول نخش هذا اللي عليه كذا وراء خياس ما تسبح سكتور فيها دوري ايش هذاك بعدين نشوف خلنا نطلع الحين داخل فتحنا الباب في حد؟ في حد شوتجن لا وين شوتجن حقي؟ آه كذا لا إيه الشوتجن أنا بعرف كذا كلت في أول ذبحت في آي بي ما أدري متى طب شو يبون؟ تيك كنترول أوه شو دي السيارة هلا والله هلا هلا يلا هذا الودي ميكر برا اطلع أقص في رصاص رام راح سقعهم الحين اوكي شيء مزعج في اللعبه شفت ان لما تصدم شيء ما ادري يعني يكون اوكي وصلت ان حد قدامك وما تقدر بس كمان يعني واخروا عني عشان اقدر اسوق ايش فايده فجرهم طيجر بعد انا احسن هذا غريب صراحه خاصة الايم حقه وش الايم ذا الفكه
شيء كويس. مين واخيرا رجعنا لها التراك حقها اللي تبيه ذي يخلصي. طيب يس خلصنا مهمة الحين يعني خلاص مهمة أساسية مهمة فرعية وعطوني دي السيارة unlocked. اوكي عطونيها حلو. طيب واضح نلعب في اشياء كثيره مره فزي ما قلت لكم ما راح ادريكم كل شيء. خلت اتكلم عن اشياء عجبتني في اللعبه. عجبني في اللعبه الجو حقها مره رهيب صراحه. شكل العالم بيكون يعني مدن مفرقه واشياء استكشافات زي مكان راح تطلع حق النحل هذاك كان مكان استكشاف. وفي لوتس كثيره بتروح البياع تبيع اللوتس حقتك فيحمسك تجمع لوتس. شيء ثاني بعد تحكم حق الاسلحه وتحكم حق اللعب نفسه ممتاز صراحه ما حسيت في اي صعوبه خاصه لما كنت انقز من مكان لمكان. يعني اصعب شيء بلعب فيرست بيرسون انك ان البلاتفورمينج او انك يعني المنصات تنقز مكان لمكان وكذا لازم يكون ممتاز ولا ترى بيكون صعب جدا خاصه زي مشت المكان حق النحل ذاك اذا تنقز ما في اي مشاكل. ايش بعد عجبني في اللعبه؟ عجبني في اللعبه برضو قلت الحوارات كويسه صراحه هي شقحت انا عارف بس انا متاكد لما العب اللعبه الاساسيه اذا نزلت ما راح اشقح الحوارات لان صراحه واضح ان التمثيل تعبانين عليه وشيء ممتاز يعني حتى الاشكال كل واحد تعرف الشكل. يعني هذا بسم الله الرحمن الرحيم شو النظره ذي؟ وش فيك يا اخوي؟ وش في ذا فينا؟ اوكي ما يخاف. اوكي هذا واحد مضيع سب عليه. اوكي في بلد ست سمك بانجر مشكله مدانا. وش كنت بقول بعد؟ اي فالعالم نفسه والانفايرمنت كله ممتاز البيئه. الاشياء اللي ما عجبتني خلينا نقول اول شيء السياره جربت سياره البدايه الصغيره ذي كانت كويسه. لا الدباب كان ممتاز. السياره سيئه مره ما عجبني ابدا. السياره تحس زي الصابونه وتلف يمين يسار ما ادري كيف وما ادري يعني اتوقع ان غلط هذا مني انا تقريبا 80% بس يعني في اشياء غلط. وش طلقت انا في اشياء غلط في التحكم حق السياره حتى. ثاني شيء لما تتلف بالالعاب العرفة يعني العاديه لما الف الكاميرا هي تلف كذا بزياده فانا متعود لما الف كذا وهذا غلط المفروض الف كذا بس انا ابغى ارجع ورا وما اسقع احد فهذه بتعود عليها. هذا مو عيب هذا عيب فيني انا مو عيب في اللعبه. السياره اللي تو سالفه الطلق ما كان يعجبني لانه مره كان يلخبطني فيا السواقه مش لهناك صراحه مش 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 اقوى نقاط اللعبه هذه السواقه ابدا. لكن يعني زي ما قلت لكم تافي الغرض انك تودك من نقطه الف لنقطه باء. ايش بعد بس هذا عندنا حق اللعبه هذه. هذا طور السنجل بلاير زي ما تشوفون بشكل مختصر جدا على اساس ما تعبكم معي وريتكم اياه وشرحتكم ايش الاشياء الاساسيه اللي موجوده فيه. معلش اعذروني في النقطه هذه لاني نسيت اني اودعكم في الفيديو صراحه. لان كان في ملتي بلاير ولعبت طبعا قالوا لي ما يصير تصوره فتوقعت اني بضيف الفيديو هذا بس مو مشكله فما طعني قلبي اني اخليكم غير ما اقول لكم مع السلامه. فيعطيكم العافيه المتابعه. اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك وسووا اشتراك في قناتنا عشان تشوفون اشياء رهيبه مثل كذا كما كبد الشيء. يعطيكم العافيه مع السلامه.